السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شاب عساكم طيبين؟ طبعا انا ويني؟ بيتي مو الجديد، هو نفسه، بس صار فيه تغييرات. نفسه هو تقريبا نفس الطريقه، بس وسعته شوي. ظل المغناطيس فوق، طبعا الاسطبل بعد شوي بوريكم اياه، الشيره شو اسمه الكريسماس، استغفر الله والعياذ بالله يعني. فطبعا مثل ما شايفين تطورت الاوضاع، والبيت كان شموع، الحين صار ليتات و شو اسمه البتاعه هذه شو اسمه اللي هو. وصراحه لقيت كيف كبير حيل، نفس الكيف اللي بالحلقه اللي طافت، لكن كملت عليه، قعدت احفر كان القى كيف كبير من الاوبسيديان، داخل الاوبسيديان، فحصلت من موارد الدنيا، موارد للراس، هذا يمكن حصلت منه اكثر بعد، كانوا لهني تقريبا لين مكان هذا، بس استعملتهم يعني، سويت البطاريات، سويت الاشياء هذه، سويت الكومبوس، سويت اشياء وايد صراحه. فهذا جدا مفيد، هذا فائدته لو تطبخه، يعطيك سبايك لونها بني او ما ادري شنو لونها، مثل الفخار يصير. تفيد وايد، مثل ما شايفين تسوي منها اسلاك، تسوي منها بطاريات. البطاريه ما تفيد وايد صراحه يعني، انا اقول انك تحط هذا احسن يعني. طبعا مثل ما شايفين حاط هذه لان البريشر بليت ما ادري ليش مو راضي يضبط، فحطيت البتاعه هذه. مهم يعني، حلوه يعني، ما 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 عليها كلام. خلونا ناكل بس. اوكي، خلونا نطلع نوريكم بعض الاشياء اللي سويتها. طبعا هني سويت الاسطبل مثل ما شايفين، هم حطيت ليتات داخله، ناقتين وحصان. طبعا كان عندي بعد حصان ثاني كان لونه اصفر، لكن للاسف الشديد كنت داخل الاسطبل وطبوا عليه مستذئبين، وقعدت اطق 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 بالسيف، اخر شيء كنت قاعد اطق الحصان فمات الحصان، وبعدين جبت حصان احمر وهم اختفى ما ادري وين راح، وبعدين هم جبت حصان اسود غير هذا، وطلعت فيه قاعد اتمشى وفقصني بالشيره ومت. طبعا نوب انا، فيعني تطورت شوي، وما قمت اخاف من الاسود، الحين قمت اروح اذبحهم هناك بالغابات بالغابات والصحراء ساعات يكون فيها، ما قمت اخاف منهم. طبعا يعني قاعد تحط ليتات فسقان عندي وايد منه، فقاعد اوزع. طبعا حط بطاريه هني لان يعني ابي شغال على طول، ما راح اطفيه ولا شغله، فاللهم اوصل اي بويرات، اوصل بعد زياده واحط هني، لان هني كله قاعد يجوني ذيابه ويؤذوني. طبعا شنو هذا المستذئبين نايت، خل اوريكم شلون انا قوي وسط المستذئبين. يلا، انا اكتشفت شغله بس مو متاكد منها، انه اذا ذبحت المستذئب بالليت يعطيني دايموند، بس اذا ذبحته بالظلمه ما يعطيني شيء، فما ادري احتاج تصحيح على المعلومه اذا هي صح ولا تاليف وحكي فقش مثل ما يسمونه، ما ادري. شوف مثل شايفين الحين ظلمه هذا، فما طلع لي شيء، هذا طلع لي بس ما له علاقه يعني، نفس المكان تقريبا، بس لان هم يعني كل ما اروح بعيد هناك واذبحهم ما يعطيني شيء، لما اذبحهم هني عند القريه وفي ليثات يموتون يعطوني دايموند. اخذ حركه اللي ينقز فوق، واخذ حركه اللي يك واحد يتغافلك من ورا ما تدري عنه وش يعطيك واحده من ظهرك، انغث منها. شايف الحين ظلمه ما راح يطلع شيء، فما ادري اذا صح المعلومه ولا قاعد الف، فيعني انا اخذ شموع بس على اساس اذا ذبحنا واحد نحطه يمنا. اوكي يلا تعال. اسف خلاص روح خلاص، ما اسف. ايوه خلنا نشوف الحين ان شاء الله تطلع لي، يطلع لنا الماس، يطلع ولا ما طلع شيء اصلا. اوف خلص السيف، يلا خلي كذي عشان رسبنا من هنا. في شيء لاحقني دش خلص. طبعا هني في جلتش غاثني اللي شفته يوم دخلت، كان ظلمة ما ادري ليش، فخلونا نسوي لنا سيف. وين الايرون؟ الايرون هني، ايوه نسوي لنا سيف. كان عندي سيف، يا تخلف، سويت سيف ثاني وانا عندي. يلا ما علي، عادي، زيادة الخير خيرين. هذا واحد، تعال بذبحك هني انا، تعال لا تنعش، تعال. طبعا هني حطيت ترابس افخخ او ما ادري شنو، جمع فخ،
بس يعني قلت يعني يمكن اصيد ذياب ولا شيء. طبعا هنا شوفوا اوريكم شغله حكرت كم ذيب بس من غير قصد يعني. شوفوا بس طلعت لي شوفوا كم واحد 3 4 4 4 ذيابه ايون هنا يتمشون ويطيحون بالحفره فشيء جدا جميل. ففكر اني كذي بعد اسوي كم فخ وكم حفره دار ما دار المكان اللي انا قاعد فيه لان ساعات ياذوني وياكلون الحصن ولا شيء يعني يطقونهم اذا كنت راكبهم يعني. بس اخيس شيء اذا تغافلك من ورا شوفه مثل كذي الغبي هذا تغافلني بعد تبي تنحاش والله ما تستحي تستحي. طبعا انا مقزرها على المستذبين قاعد احصل دايموند الحمد لله. اول مره حصلت يمكن شيء 12 حبه مع بعض بعدين لا كلها حصل 5 7 شيء ما قلت احصل وايد. فاتوقع ان من الكلام اللي قاعد اقوله لان كل ما اذبحهم كنت اذبحهم هناك الحين لما اذبحهم بعيد ما احصل شيء ما ادري ليش. طلع دايموند خلصني ولا لما اطقه يطلع لي دايموند والله ما ادري السالفه. بس الحين بجرب اول ما يموت بكفخه. اوف قلبين طنوا بنحاش. لا شغل غدرات ما نبي ها. اوه الى المنزل طيب على رجال انحاش من مستدب. طلع دايموند ها نوصي يلا محلو حوش البقره الحين سطرني الثور. بعدين ننام بعدين ليله من مستذبين. يلا كافيني هني تا ووو ان شاء الله ما يرس من قدامي يعني ولا لا لا رسبنا 3 مع بعض يا طيب. ووو لا عيب قدام المشتركين تسطروني عيب والله عيب على الرجال. المشكلة يا اخي ما ادري وباتمان ولا ايش شو السالفة قاعد يطير فوق ما ادري وين يروح. والله يا اخي نطته ويش ماي وين يوصل والله ما تخلى والله. طلع دايموند طلع ما هذا ما طلع مو يطلعون شن نحاسه. بس 3 الماس قدام ايش السالفة يشي يلا نبي بعد يبيني انام والله ما انام شنو. شو هذا يا زلمة والله ما تخلى تعال وين رايح تبي تنحاش هويك ها داخي. لا يا اخي لا تطير شنو هذا سذب ولا باتمان انت شي. يا اخي ليش طلع دايموند يا نحيس شكله ضارب بالظلمة صح ما يعطوني. روح هناك تعال هنا عند الليث يلا عطني ابو شكلك. اوه زي ما ذبحني والله لا تناقز لا تطير ايش تسوي. طبعا اذا شايفين انا مسطرهم حاليا ما مت ولا مره فشي جدا جميل صدق انه طاير كل قلوبي بس طايره كل قلوبي بس يعني على الاقل انه ما مت. تعال يا نوب والله لا اذبحك تعال حبيبي. ما هو انت اللي تطقني كذا خلاص طقني اسف بس والله كفو دايموند الماس جدا جميل الغدرات يلا نعاش. اوه سيفي خلص طلعت الماسه راح يموتني الله يلحن بليس وهلا حسافه عاد طلع الماسه هذا بالغصب يطلعون الماس صايرين اليوم دي الحياه ذبحنا الحين بحيره وسمك ومدري شنو يلا كاحين يختفون كلهم. انا اقدر اروح حق الماسة اللي طاحت احسن صح عشان الحق عليها لان هي طاحت قبل بس يوم تصدق بوسخ هناك. خلنا ناخذ هذه بعدين نرجع لهم لانهم طاحوا بعد عرفتوا يعني كاكا الالماس هذه طن طن طن. خلصني يلا اهم شيء البوصله خذيتها
كفو. يلا زين، 5 دايمن زين زين، قزر فيها. بعد في اشياء، مشكلة ما اشوف. يلا. You are painting. Get out of the water. زين زين، كا كا. تعال. نروح نحط الالماس ونروح ندور لنا على حصان ثاني غير اللي نحاشه. طبعا هذه ما قلت لكم شنو هذه. هذا يعني كذي شغل فضاوة، يعني قلت ان ادخل حصان قاعد اركض فيه هني، بعدين قاعد اناقز فيه، عرفت شلون؟ شغل تدريب يعني، يعني فضاوة شوي. الحين نروح نجيب السدل. طبعا للي يعني ما كنت اعرف هالشيء، وكنت اروح ادوب يوتيوب وما ادري شنو ما حصل. اللي مو عارف يسوي كرافت حق شغلة معينة يدخل هني هيلب، بعدين طبعا ادري ان يمكن اغلبكم يعرف بس البعض ما يعرف. بعدين هذه الخضرة وراح يعطيك كل الأشياء الموجودة يعني، فمجرد ما أنك تروح حق الشيء اللي أنت مو عارف شلون تسويه أو وين تلقاه مثلاً، يحط لك مكانه ويحط لك شلون تلقاه، ديسكريبشن يقول لك وين مكانه، أو يسهل لك يعني يقول لك مثلاً في البيئة الفلانية، أو تحفر ديك داون ما شنو ديب إن ذا إيرث، تحفر حيل بعماق الأرض، هذا مثلاً يقول لك شلون تسويه، فيعني تفيد حيل الصراحة يعني. فخلنا الحين نروح ناخذ صدل، نحط الاشياء اللي ما نبيها ونخاف عليها ونروح. طبعا ياما مت وانا اروح ادور اشياء، الان راحت علي بوصله، يمكن ثالث بوصله اسويها ورابع واحده كلها موت وتروح علي. هني في الالكتريك صندوق خاص لهم. طبعا هذه الليتات الوايرات، الفحم احتاجه ولا ما احتاجه؟ ما احتاجه. خلنا نحط البيض ما ادري ليش مجمع انا الصراحه، ما ادري ايش فايدته. يمكن يرسب انبط بس ما يعني ما احس انه يفيدوني صراحة. كان هذا سدل يا شنب، يعني ساب شكو شنب شكو. المهم اتوقع انه كذي زين. خلنا نروح، بس رايكم اشوف كم صار لي عشان اذا طولت. 12 دقيقة كنا ما يمدي اروح اجيب حصان. وحدها 15 دقيقة لأن البوم الصور ما ينزل كذي، فيعني خلونا شوي نتمشى ونسولف. فاي قولوا لي ليش البريشر بليت مو راضي يشتغل مع الايرون دور؟ ما ادري ايش قصته. انا اذكر كان فيه حصن هناك بس يعني بعد الصحراء، بعد الثلج، بعد ما ادري شنو، بعد ثلاث اشياء وصلوا وياي. فقولوا لي ليش ما تشتغل، ما ادري ليش صراحه. غير كذي بعد شنو فيه؟ طبعا خلاص ما قمت اخاف من الدوب، الحين راح اسطرهم. تبون اوريكم؟ يلا قدامكم، شوفوا شلون اسطر الدب. اول اخاف منه صارخ ومي شنو. تعال بس خلنا نتغافل، عرفت؟ اوه تعبت، خذ يلا ادلف، يلا فكر انا خوف، مو حيطلع لي واحد ثاني من ورا. تعال اي والله عبالي اخاف منه، بس عطني عطني الاذر نسوي سادل بعدين نجيب لنا حصان شي. يلا طالع كذي، يلا عبالي بعد حصان. يا سلام، شوفوا كان مالي، هذا مالي. تعال، وين رايح؟ تعال من عاش مني يا جليل الحياة، تعال ادورك انا. هذا الاسود اللي اقول لكم عنه، طلع رصاصي مو اسود، اللي قلت لكم ذبحني ما يستوى، فقصني بشيره. خلونا نروح البيت الحين، بيت هناك. يلا طبعا الحصان ترى بلوكين صح عشان يدخل، لانه ما كل ما افتح بوابة واحدة ما تكفي، لازم افتح البوابتين، فما ادري ليش. غشيم صراحة، انا غشيم. وحاط هذيل اللي فوق لان ينحاشون الناقات او النياق. ايه رجعناه. فزين، بعدين انا بدور لي حصن ثانيين وبس. هذا كان المقطع، اتمنى ان عجبكم، يا ليت تضغطون لايك المقطع، واكون شاكركم جدا 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 اذا ضغطتون المفضله، ولا تنسون تشتركون في قناتي ما كنتم مشتركين. شكرا للمشاهده
ومع السلامة.